الحماس فل، رذاذ خفيف. لازم كلنا نمشي باتجاه واحد لورا الليدر، بتكون المسافة 800 متر. طبعا حفرة إذابة طوعتير اللي رايحين لها تعد واحدة من أكبر حفر الإذابة في العالم. قربنا نوصل. بدينا الآن النزول. هذه الحفرة تم اكتشافها سنة 1997. يا هلا، كيف الامور؟ عساك بخير. يلا جاهزين؟ صح، توكلنا. بسم الله. يلا على خير. جاهز عبد الله؟ يلا جاهز. همشي حزام الامان عبد الله. بسم الله. رايحين اليوم نخوض مغامرة مميزة. متجهين باتجاه الشرق 50 كيلومتر تقريبا الى منطقة طوعتير بولاية مرباط. راح نخوض تجربة نزول في حفرة إذابة طوعتير، واحد من أهم المعالم الجيولوجية في محافظة ظفار. الخوف إنه يكون فقط الجو ممطر أو ضباب، لأنه الطقس عامل مهم جدا في أي مغامرة، لكن إن شاء الله بنوصل يكون رداد خف شوي. بإذن الله. في عصا عشان الهيك، عشان المكان فيه شويه قد يكون زلق. حمدي اتوقع انه متوتر، فالشباب جالسين اتوقع يهدوه ويشرحوا له الوضع، فان شاء الله انه يكمل معنا. انا خايف انه نوصل هناك ويرجع. سلم، كيف الامور؟ ليدر سامة، كيف؟ جاهزين؟ كيف مستعد؟ مستعد، والهمة فوقها ما تسحب. جاهزين ومستعدين. ما اعرف عبد الله هل متوتر ايش وضعك؟ لا الامور طيبه ان شاء الله. مستعدين لها، مستحمس مره. لابس اللايف جاكيت من الحين. خلاص من الحين خلاص. الحماس فل، رذاذ خفيف، ومكان اتوقع انه راح تكون مغامره استثنائيه وشيقه جدا. فنتجهز ان شاء الله، نخلص كل الامور ونبدا باذن الله. السلام عليكم شباب. في بداية المسار معكم ليدرين، فرونت ليدر اللي هو أنا، وباك ليدر خالد. لازم كلنا نمشي باتجاه واحد لورا الليدر، بتكون المسافة 800 متر، وبعدها بتكون أول منصة، ومن هناك ننزل بالحبال 44 متر. الموقع ممكن يكون زلق قليلا، فحاولوا تنتبهوا على خطواتكم قدر المستطاع. جاهزين شباب؟ Let's go! طبعا حفرة إذابة طوعتير اللي رايحين لها تعد واحدة من أكبر حفر الإذابة في العالم. يبلغ ارتفاعها تقريبا حوالي 211 متر، وحجمها حوالي 975 ألف متر مكعب. فالجيولوجيا الموجودة في هذه الحفرة يعني مكنتها أنها تكون واحدة من أكثر المعالم الجيولوجية لحفر الإذابة على مستوى العالم. طبعا يقولون العامة أنه هذه الحفر تشكلت نتيجة لسقوط نيزك أو نجم، ولكن الصحيح أنه هذه الحفر تشكلت نتيجة ذوبان وتعرية صخور الحجر الجيري، مما أدى إلى تشكل هذه الحفر في باطن الأرض. دائما أنت بتمشي مع تيم محترف، ما تشيل هم شيء، كل شيء يكون موجود متوفر لك. أنا نسيت العصا وقابل العصا، جزاهم الله خير. فهذه من الاحترافية الموجودة. التأمين الأول، التأمين الثاني. قربنا
قربنا نوصل. المنصة الأولى لإطلالة الحفرة، باقي لنا نزول تقريبا 50 متر إلى الموقع الثاني اللي راح ننزل من خلال الحبال. الطريقة الوحيدة أنك تنزل لقاع الحبل هي عن طريق النزول بالحبال فقط. هذا كده والثاني عكس. بدينا الآن النزول. وصلنا الآن إلى قاع الحفرة. هذه الحفرة تم اكتشافها سنة 1997، وتوجد في قاع الحفرة بحيرتان متصلتان بأنظمة كهفية مغمورة، أحدها باتجاه وادي دربات، وبحسب الخبراء الجيولوجيين أنها قد تكون أيضا متصلة بكهف طيق، وكهف طيق يبعد من هذا الموقع حوالي 9 كيلومتر شمالا. فلكم أن تتخيلوا حجم هذه القنوات الكهفية المتصلة في باطن الأرض. الآن إن شاء الله راح ندخل واحدة من البرك نستكشفها مع كابتن عبد الحكيم والفريق. بإذن الله الكهف يمتد، هذا العين يوجد فيها كهف يمتد إلى حوالي ما يقارب 400 متر ما تم استكشافه. ما دون ذلك يعني يحتاج إلى غوص كوف تخصص. بس نحن اليوم بإذن الله بس رايحين نستمتع بالشلال الداخلي، فيها شلال تقريبا 10 أمتار، ومن ثم سباحة ما يقارب 350 متر بإذن الله. بإذن الله. اللايف جاكيت حتى ولو تعرف تسبح لازم تكون لابسها إجراءات السلامة. فإن شاء الله رايحين داخل بركة في عمق الحفرة. المي بارد جدا جدا. الحين ورانا انه نطلع مرة اخرى بالحبل الى فوق ونكمل هايك حتى مكان السيارات، وكذا تكون خلصت مغامرتنا.